هي المرة الثانية التي تستهدف آلة القتل الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي يستهدف قلب بيروت، هي المرة الثانية بعد المرة الأولى التي استهدفت منطقة الكولا أحد مداخل مدينة بيروت، لكن اليوم تستهدف هنا منطقة قريبة من وسط بيروت، هي أحد الأحياء البيروتية، حي البشورة، أحد الأحياء الاثني عشر في مدينة بيروت العاصمة اللبنانية، ونحن على مشارف الوسط التجاري لمدينة بيروت وقرب البرلمان اللبناني وأيضا مقر رئاسة الوزراء. هنا نستطيع أن نرى في هذه الجولة الحصرية التي تقوم بها الميادين من داخل الشقة المستهدفة، نستطيع أن نرى آثار أحد الصواريخ الذي سقط من السقف، وبحسب المعلومات فإن مسيرة أطلقت صاروخين من نوع GPU-21 وقد أحدثت هذه الحفر في داخل الشقة المستهدفة والتي أثار أو أعاث العدوان هذا الدمار الكبير في هذه الشقة والتي أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المسعفين الموجودين في هذه الشقة والتابعين للهيئة الصحية وهي هيئة مدنية أهلية لبنانية من ضمن النسيج الوطني البيروتي اللبناني. وعلما أنه هذا المركز يعيش ضمن بيئة متجانسة، ضمن مجتمع متكامل لا يميز بين أي طائفة من الطوائف، ضمن نطاق بيروت الإدارية، يعمل مهام إنسانية بحتة، نقل المصابين والمرضى. قرروا أنه يضربوا مبنى سكني من مؤلف من 20 شقة ليستهدفوا مركز إسعاف بيخدم الناس مثل أي مركز إسعاف، مثل الصليب الأحمر. إسرائيل ما قدرت تتخطى متر واحد بجنوب، قصفت مركز مدني، لما قصفوا هذا المركز الطبي اللي طار منه هو المصل والشاش واللي بيضاوا فيه جروحة والحمالات اللي كانوا ينقلوا فيها المرضى. هاي قبر بي وأختي وأبورا، وهون مركز صحي إسعافات. هون ببيروت نتنياهو، واللي خلفوا نتنياهو وبايدن وهولي هالقرطة هاي، شو في هون؟ بدهم يقاتلوا، يتفضلوا بالجنوب، الساحة مفتوحة، يقاتلوا هونيك. هذا عدوان يعني مثل ما بيقولوا غاشم، يعني من في حتى الميتين ضربوهم. إذن هذا العدوان لم يرغب فقط في ضرب الهيئة الصحية، إنما ضرب الروح اللبنانية في داخل العاصمة بيروت، لكن المشاهدات ووجود كل سكان بيروت إلى جانب بعضهم البعض والتعاضد والتضامن الاجتماعي أثبت الفشل الإسرائيلي مرة جديدة في هذه المحاولات لضرب النسيج اللبناني بمختلف الطوائف داخل العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية. من أمام المركز المستهدف في الباشورة في العاصمة بيروت، فاطمة قاسم، الميادين.